في خبر عاجل ترأس اليوم دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وبدأ الاجتماع باستعراض تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق والأسعار وأسعار السلع، عرضه دكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي أشار خلاله إلى أبرز نتائج المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع التي ترتبط بتوافر الكميات اللازمة من السلع واستقرار أسعارها، حيث أشارت تلك النتائج إلى استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال أغسطس الجاري، وهي المعكرونة والزيت واللبن المعبأ والأرز والسكر. كما تطرق دكتور أسامة الجوهري إلى نتائج المتابعة الميدانية لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن وبيض المائدة والأسمدة الزراعية وسندوتشات الفول والطعمية، عقب تناول نتائج المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية بالسلاسل التجارية والمحال والمنافذ. وخلال الاجتماع كذلك استعرض الجوهري مجموعة من التطبيقات والنظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، ومن بينها تطبيق جهاز حماية المستهلك، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة من التطبيق الذي يعد واحدا من قنوات التواصل التي يمكن للمستهلكين من خلالها تقديم شكواهم ومتابعة نتائجها. وفي الوقت نفسه أوضح أن تطبيق جهاز حماية المستهلك يقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المتاحة في الأسواق، بما في ذلك مواصفات المنتجات وحقوق المستهلك وآليات تقديم الشكاوى، كما أنه يقوم بإطلاع المستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما في ذلك حملات التفتيش على الأسواق والمنتجات المسحوبة منها والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة. كما أشار دكتور أسامة الجوهري إلى إطلاق تطبيق رادار الأسعار لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار، موضحا أنه جار العمل على تطوير التطبيق. كما عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء النظام المعلوماتي لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار، وهو ما يعرف بنظام التنبؤ، عبر تطبيق مجموعة من النماذج الإحصائية ونموذج التعلم العميق، وذلك بهدف تحديد أفضل النماذج القادرة على التنبؤ بدقة أسعار السلع الغذائية لمساعدة متخذي القرار في إحكام السيطرة والرقابة على الأسعار. هذا وعرض الجوهري مجموعة من الإجراءات المقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار، من بينها تطوير منصة لحوكمة تداول السلع بما يسهم في تفعيل تسجيل بيانات شركات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، ورقمنة سلاسل إمداد السلع الاستراتيجية من خلال لجنة عليا تضم وزارات التخطيط والتموين والمالية والاتصالات. وخلال الاجتماع أشار السيد أحمد الوكيل إلى أن هناك وفرة حاليا لجميع السلع في الأسواق، كما أن المعروض منها حاليا يفوق حاجة الطلب في مختلف السلع، وشهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارا خلال الفترة الأخيرة. وفي الوقت نفسه أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد يتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومختلف الجهات المعنية لنشر ثقافة سوق اليوم الواحد، مؤكدا أن تعميم هذه الثقافة سيكون مفيدا جدا لجميع المستهلكين، لكون أغلب تجارة الخضروات والفاكهة تجارة عشوائية، وبالتالي سيكون لتنظيم هذه الأسواق مردود جيد على المستهلك المصري. من جهتها ثمنت دكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في المتابعة الميدانية والإجراءات المقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وفي الوقت نفسه أوصت بأهمية قيام اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بوضع آليات تنفيذية فعالة لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات، والتي تتمثل في تطوير منظومة سلاسل التوريد وتطوير منظومة الجمارك ورقمنة وحوكمة أسواق السلع ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتحفيز المنافسة، هذا إلى جانب التوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي. كما أكدت الوزيرة ضرورة الربط بين قواعد بيانات مركز المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية وكل من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري، وذلك بشأن بيانات الإنتاج والصادرات والواردات، والتي تشمل بيانات شركات الإنتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلا عن نظام المعلومات الجغرافية والمكانية للسلع والرصد الميداني،
هذا بالإضافة إلى تطبيق رادار الأسعار لرصد أي ارتفاعات غير مبررة بالسوق بمشاركة المواطنين. هذا ولفتت الدكتورة رانيا مشاط إلى أن هذا الربط من شأنه ضمان التأكد من الرصد المبكر لأزمات السلع من خلال رصد أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار من خلال مقارنتها بالسعر العادل والرصد المبكر لأي نقص في الإنتاج أو المساحة المزروعة من المحصول، بالإضافة إلى الرصد المبكر للسلع محتجبة عن الأسواق من خلال مراقبة مستويات مخزون الشركات. هذا فضلا عن رصد عمليات تداول وتوزيع وبيع السلع بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك. من جانبه أوضح المهندس إبراهيم السجيني أن السلع الاستراتيجية السبعة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، ولكن هناك زيادة في أسعار البيض والعدس. كما عرض موقف أسعار الخضروات والفاكهة لافتا في هذا الصدد إلى ارتفاع أسعار بعض الخضروات، بينما أكد أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن وشهدت أسعار اللحوم نوعا من الاستقرار. وفي إطار حديثه أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التطبيق الخاص بحماية المستهلك من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في التواصل مع المواطنين وكل ما يتعلق بشكاوى المستهلكين. وأكد دكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أن شهر أغسطس الجاري شهد وفرة واضحة لجميع السلع الأساسية وغيرها في الأسواق، مع استمرار التدبير من البنوك وسرعة إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام، بينما احتدمت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من حيث خفض الأسعار أو الإعلانات، كما شهدت أسعار التجزئة نوعا من الاستقرار. وفي ختام الاجتماع وجه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة على غرار معارض أهلا رمضان ومعارض أهلا مدارس، موجها وزيرة التنمية المحلية بأن يتولى المحافظون المسؤولية تخصيص الأراضي اللازمة لذلك، وهو ما رحبت به الوزيرة، مشيرة إلى أن المحافظين سيوفرون الأراضي المطلوبة بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة.